أنتقل الآن إلى النوع الثاني من الحركات، هو الحركات المثارة. هذه الحركات مرتبطة بالنمو، هلق الحركات المثارة. كيف يعني حركة مثارة؟ إنه في شو شيء عم بيأثر على هالنبات لحتى يخليه يتحرك، غير إنه مرتبطة بالنمو. هذه كانت إنه النمو دائما في شو تحرك. هون في إثارة، مثلا لمس جسم معين، أو فرضا مثل هون راح أشوف النباتات مثلا اللاحمي أو أسميها صائد الحشرات. كيف تقبض الحشرات؟ كيف تقبض النباتات على الحشرات اللي هي بتتغذى عليها؟ طبعا النبات صائد الحشرات، نبات يتغذى على الحشرات ويتغذى على محتواها، يصيدها. كيف عم يصيدها؟ هل يتحرك؟ نعم أكيد هناك أشو حركة. تتألف ورقة نبات صائد الحشرات من معلاق مسطح ومجنح وقرص مقسوم إلى مصراعين مثل الفكين، هلا راح نشوفها. تحيط بقواعدها أشواك قوية، إذا مصراعين وبقلب هالمصراعين في أشواك، فيهن أشو أشواك مثل الأسنان. شو إذا فكين وفيهن أشو أسنان، هو نفس المبدأ. وعلى السطح العلوي لكل منها 3 أوبار قاسية وحادة، ويحيط بها عدد من الغدد المفرزي حمراء اللون. طيب عندما تمس الحشرة، اجت حشرة ماشي هيك، اجت على هالشكل مبين هالورقة، الأوراق طبعا ألوانها جذابة، فبتجي الحشرة على هالورقة أثناء عبورها، فبدأت تمر من بين المصراعين، بتتحسس فيها النهايات الأوبار هاي الحسية، بتتحسس وجود حشرة فبتطبق المصراعين عليها بسرعة، والأشواك بتتشابك في بعضها وبتنغرز وين؟ في جسم الحشرة، تنغرز في جسم الحشرة. الحشرة صارت جوا المصراعين، وبيتم بعدها شو استهلاك سوائل هالحشرة. لاحظ هنا هاي المصراعين وهاي الأشواك، هنا فيها لها أشواك، شايف كيف لها أشواك. تدخل الحشرة هون، بمجرد ما وصلت بين المصراعين ما بلاحظ إلا المصراعين طبقني عليها وصارت حشرة جوا في الداخل، فبصيدها هذا النبات ويمتصها بالذات مشان مادة الأزوت موجودة في جسمها. بياخذ المواد اللي لازمته، بعدين بتنفتح المصراع، بيضل القشر الكيتيني هاي كله بيطير بعدين بالهواء خارج الجسم. هل تعلم تبدأ الغدد في نبات صائد الحشرات بإفراز عصارة لزجة حامضية؟ هذه العصارة تهضم بها جسم الحشرة. إذا هون المصراعين وفي غدد، هالغدد هاي تفرز عصارة لزجة حامضية مثل الحوامض تفرز المعدة مثلا عند الإنسان تقريبا. هل الحوامض هاي شو تقوم بعملية الهضم، هضم جسم الحشرة بعملية طبعا تدوم ما بين 9 إلى 35 يوم، وينفتح بعدها المصراعين للورقة ويكون قد امتص نواتج الهضم، ما تبقى من مواد كيميائية يتم طرحها خارج الجسم خارج المصراعين، بذلك طبعا بدون هضم. لاحظ هنا نبات المسحية كمان من الحركات المثارة، هذا الشكل يمثل طبعا نبات المسحية، هي أوراقه. لو جيت أنا لمست هنا مكان، في أي مكان من الأوراق، ما نشوف إلا الأوراق كلها شو طبقت، أوراقها كلها طبقت على بعضها مثل كأنها ذبلت أو ماتت أو نامت بالأحرى. هذا بنسميه حركات طبعا النمو والنوم واليقظة. إذا لدى نبات المسحي نوعين من الحركات، هذه الحركات تسمى حركات النوم واليقظة. هلا هذا النبات اللي أمامنا هو في حالة اليقظة، لو لامست أنا مثلا طرفه من هون لاقي الأوراق كلها طبقت على بعضها يعني وكأنها نامت. إذا هذه الحركات تكون سريعة وتجري كرد فعل على منبهات معينة.
لاحظوا وجود إذا الانتفاخات الموجودة في قاعدة كل معلاق. طبعا المعلاق هو شو؟ قاعدة، هو هذا اللي بنسميه ذيل الورقة أو معلاق الورقة. الورقة من كف الورقة أو القرص، وفي المعلاق أو الذيل يسمى أيضا. هذا في قاعدته في انتفاخ، في قاعدة الورقة وفي قاعدة المعلاق في انتفاخ. هذه الانتفاخات تقوم بدور وكأنها مفاصل، إذا تنبه وجهها السفلي يزيد طبعا نفوذية خلاياها ويخرج منها السائل، فترتخي هذا وهذا وضع النوم. إذا كانت هي ممتلئة هالانتفاخات في قاعدة الورقة، وقت اللي صار في ملامسة فبنشوف لها شو بيطلع من السائل، فبقل انتفاخها، نقول يعني بتفش مثلا او هيك بهالمعنى، قل انتفاخها فبتهدل الورقة، تدبل الورقة يعني بتنام. بدل ما كان شاد الورقة هالانتفاخ دافع المعلاق ورافعه، وقت اللي قل انتفاخ قل الانتفاخ، لا طبعا هاي عند القواعد، فبيؤدي إلى استرخاء الورقة ونومها. إذا زال التنبيه تستعيد الخلايا السفلية للمعلاق السائل، شوي شوي بيرجع بيتجمع السائل وتنتفخ قواعد الأوراق قواعد المعلاق، فتعيد الورقة إلى حالتها الطبيعية وحالة اليقظة. طيب في عنا سؤال، مما تتكون ورقة صائد الذباب؟ تتألف ورقة هذه النبات من معلاق مسطح ومجنح ومن قرص مقسوم إلى مصراعين، تحيط بقواعدها أشواك قوية، وعلى السطح العلوي لكل منهما 3 أوبار قاسية وحادة، يحيط بها عدد من الغدد المفرزة حمراء اللون. نعم ممتاز، أحسنت هشام. إذا هاي مكونات أوراق نبات صائد الذباب. تتألف من ورقة من معلاق مسطح ومجنح ومن قرص مقسوم لمصراعين. قلنا كل مصراع بيكون شو فيه عليه أشواك، في قواعد وأشواك، وعلى السطح العلوي على دائرة وشو فيه أوبار قاسي وحادي مثل القواطع، مثل الشبك، بتعمل شبك وقت اللي بيسكر شو، وفي غدد مفرزي حمراء اللون. هاي الغدد، ليش الغدد هاي المفرزة الحمراء اللون؟ طبعا مش من أجل شو، جذب الحشرات، وقت اللي تجي الحشرة تنطبق عليها المصراعين. ما هما نوعا الحركي عند المستحية؟ نوعا الحركي عند المستحي؟ يقظة ونوم، نعم اليقظة. نام ويقظة. نعم ممتاز، أحسنتم. إذا النوم واليقظة، وهي سريعة تجري كرد فعل على منبهات